شلون تقدر تلعب Call of Duty Black Ops 6 مجانا؟ الطريقة جدا سهلة، راح أعلمك شلون تقدر تلعبها على البي سي أو بلاي ستيشن. بس قبل نبلش، هذه نسخة البيتا وفيها فقط الملتي بلاير، ومتوفرة بس مدة يومين من تاريخ 6 لين تاريخ 9/9. اللعبة كاملة راح تنزل تاريخ 25/10. والشيء الثاني والمهم انك تشارك الفيديو مع ربعك وجماعتك، لانه مو الكل يدري عنها، وصدقني الكل راح يستفيد، لانه راح تحصل احد باللوبي تلعب معاه، مو بس كم شخص هذا اذا حصل، وتقعد ساعة تدور جيم. المهم ما اطول عليكم بعد هالمقدمة، خلونا نبلش بالبلاي ستيشن. لو تروح الحين على بي اس ستور وتبحث عن Call of Duty Black Ops 6 وتحوس، ما راح تحصل الطريقة اللي تقدر تلعب فيها مجانا واضحة قدامك، لأن يبونك تشتري اللعبة بالأول، وهم متعمدين يسوون هالشي. بس لا تحاتي، في طريقة، وهي أنك تروح عند الثلاث نقاط اللي على اليمين، وراح تظهر لك قائمة راح تختار بيتها. بعدها راح تشوف أنك تقدر تحمل اللعبة. طبعا راح يقولك لازم تحمل كذا شغلة عشان تقدر تلعب، بس سهالات، اضغط انستول انتظر لين تحمل واستمتع. والحين نروح على البي سي، واللي يبي لها كم شغلة بالأول. اللعبة اصلا تقدر تشتريها من ستيم، بس لو تروح الحين على ستيم ما راح تحصل مكان تنزل منه البيتا، مع انهم معلنين انه فيه. بس راح تسوي، راح تبحث عن Call of Duty، وراح تروح الصفحة الرئيسية مالتهم، مو صفحة Black Ops 6. بعدين راح تنزل تحت شوي، راح تحصل مكتوب بيتا، وراح تقدر تحملها من هناك واستمتع. الطريقة الثانية انك تروح موقع اسمه battle.net، تحمل البرنامج مالهم. لا تحاتي، الموقع هذا اصلا تبع شركة Call of Duty. المهم بعد ما تحمله، اذا عندك حساب معاهم سجل دخولك، واذا ما عندك سوي حساب، ما ياخذ منك دقائق. ولما تدخل على البرنامج راح تحصل قدامك مكتوب انك تقدر تحمل البيتا وتبلش لعب، بس حملها واستمتع.